كانت البداية ديالي في سنة 1986، كانت انطلاقا من المركب الرياضي مولاي عبد الله، مع العلم لأنه سبق لي ومارست رياضة الجيمباز، هي اللي خولات لي على أنه باش نكون ممارسة في ألعاب القوى. يعني في السنة الأولى بالتحاقي بألعاب القوى سنة 86 التحقت بالمنتخب الوطني للشبان. لما وصلت للأوج ديال العطاء ديالي هو سنة 97، لما حرصت على أول لقب عالمي بالنسبة لي اللي كان في أثينا سنة 97، وكذلك تحقيق رقم قياسي إفريقي ومن أحسن العشر الأوائل الأرقام في تاريخ 400 متر حواجز اللي هو 52 ثانية 97 جزء بالمئة. مشيت لبطولة العالم كذلك سنة 2001 وحرص على اللقب العالمي اللي كان هو ثاني أو ثالث ميدالية عالمية في 400 متر حواجز بالنسبة لي، وكذلك الألعاب الأولمبية اللي شاركت فيها سنة 2000 بسيدني اللي حصلت على الرتبة الثالثة. ولكن ما بعد الاعتزال تتصبح أن الحياة هنا تبدأ الحياة العادية، مع العلم لأنه في سنة 97 كنت شاركت في الحملة الوطنية لأسبوع التضامن اللي كانت يترأسها صاحب الجلالة آنذاك ولي العهد، اللي كان نودي عليا ولأنه شاركت فيها من ضمن السفراء اللي كانوا في هذيك الأسبوع، وكذلك نودي عليا من ضمن جمعية المستقبل اللي كتكلف بالأطفال المصابين بداء السرطان اللي مازال الآن تنتعامل معهم، وكذلك أنا عربت الجمعية